كل سنة وإخواتنا المسيحيين بخير وصحة وسعادة ومحبة وسلام دايما يا رب. النهاردة الجمعة العظيمة وبكرة نحتفل بسبت الدور وبعده الاحتفال بالأحد القيامة، ويعني ده اليوم السابع من أسبوع الآلام. واحنا تعودنا كمصريين ان احنا بنحتفل بكل العادات والتقاليد اللي مش موجوده في اي حته تانية في العالم. خلينا كده نروح مع حضراتكم في قراءه للاصل التاريخي للعادات، عادات الاحتفال وطقوس الاحتفال واهم الاماكن اللي بيتم زيارتها. وكنا بنتكلم عن الاكل، فكمان نتكلم عن اهم يعني الاكلات اللي بيتم تناولها في العيد مع دكتور إيفيان بولس استاذ الارشاد السياحي. مساء الخير على حضرتك وكل سنه وانت طيب، ويا رب دايما في خير وسعاده ومحبه وسلام. عايز اعرف من حضرتك الجمعه النهارده ليه اتسمت الجمعه العظيمه وليه سبت النور؟ الموضوع ده حكايته جت منين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وكل سنه وكل الشعب المصري بصحه وسلامه. وحضرتك احنا عندنا فترة أعياد، الفترة دي بدأت بعياد تحرير سيناء 25/4 وعيد العمال، وقريبا نحتفل بعيد القيامة المجيد بعد بكرة وعياد الربيع وشم النسيم، وربنا يكتر الأعياد إن شاء الله. هو الفكرة إن الأسبوع ده كله اسمه أسبوع الآلام، بدأ من يوم الأحد الماضي. كل يوم ليه طقوس عند المسيحيين وليه أكلات معينة وليه احتفالات معينة. يوم الحد اللي فات بيطلق عليه أحد السعف أو أحد الشعانين أو زي ما بنقول عليه أحد الخوص، ده تذكار دخول السيد المسيح إلى أورشليم واستقباله كملك في أورشليم. الناس تسلقت النخل وقطعوا أغصان الزعف وتم استقبال السيد المسيح. عشان كده اعتبارا من يوم السبت بالليل، اليوم السابق لحد الزعف، الناس بيحرص المسيحيين على شراء السعف وعمل أشكال متنوعة وتيجان وأساور، وبتفضل الحاجات دي يعني بيحضروا بيها القداس يوم الحد ويتم مباركتها بماء مقدس وبتفضل في البيوت لغاية العام اللي بعده كده. يوم الأربع كمان عندنا حاجة تهم الشعب المصري خالص وعاداته وتقاليده. يوم الأربع اسمه أربعة أيوب، اللي هو كان أول أمس. اتسمى بأربع أيوب عشان تشابه قصة النبي أيوب البار وصبره واحتماله على أمراضه لغاية لما تم شفاءه من ربنا. ده بيتشابه مع ألم السيد المسيح واللي أوشكت على الانتهاء بموته وقيامته بعد ذلك. احنا بقى اليوم ده بنعمل ايه؟ يتزامن احتفال أربع أيوب ده بظهور بشاير زراعات القمح، فدايما سنابل رقيقة خضرة بتظهر بنعمل منها حاجة اسمها عروسة القمح. دي بنعملها أو هي مجموعة من السنابل بنعلقها، واكيد حضرتك شفتيها وسائل المشاهدين شافوها، بتعلق على المنازل وعلى البوابات، بتفضل طول السنه لغايه السنه اللي بعدها وبتجلب الخير في البيت لغايه السنه اللي بعدها. الحاجه كمان الجميله ونقدرش ننسى نقولها، ان احنا يوم اربع ايوب بناكل فريك. سبب اكل الفريك لانه بيقال ان الفريك صلب وقوي زي صبر ايوب على البلاء اللي ربنا ابتلاه بيه. برضو عندنا في الصعيد حاجة اسمها الرعريع، حتى لو النبات ده ليه اسم علمي بس هو معروف عندنا في قرى الصعيد وبحري، اسمه الرعريع أيوب. ده نبات أخضر يعني لغاية النهاردة بتزرع في صعيد مصر. الناس بتشتري الرعريع أيوب ده وبيستحموا بيه وبالذات الأطفال الصغيرين، وبيقال إن هو بيشفي من الأمراض الجسد وخصوصا الأمراض الجلدية، ويقال إن هو ده الزرع اللي استخدمه سيدنا أيوب عشان يتخلص من الأمراض اللي عنده. أهل سينا وتحديدا أهل العريش عندهم عادة غريبة قوي، اعتبارا من يوم الثلاث اللي هو يسبق أربع أيوب، الناس بتتوافد شيوخ ورجال ونساء وأطفال للشاطئ وبيستحموا كلهم عشان عندهم اعتقاد أن سيدنا أيوب البار شفي في هذا المكان. وبيقولوا أن من تغرب عليه الشمس وجسده مغمور في المية دي بيشفى من أي مرض عنده، خصوصا الأمراض العضال اللي ما بيبقاش ليها علاج. نيجي لامبارح خميس العهد اللي بيطلق عليه طبقا يعني الاعراف المصريه، الناس حرفت الكلمه من خميس العهد الى خميس العدس، عشان كده كل المسيحيين بيتناولوا العدس في يوم الخميس. النهارده بقى الجمعه العظيمه، وده طبعا يوم يعني يوم ما بيتكررش عند المسيحيين طوال السنه، يوم حزين جدا، اللي هو التذكار بتاع صلب السيد المسيح. بناكل ثلاث حاجات مهمين: الفول النابت، الطعميه، ورق العنب. الفول النابت لان من الشيء الصلب تخرج الحياه، حبه الفول بتبقى ناشفه وبتخرج منها الحياه. الطعميه دائريه، الطعميه طبعا قرص الطعميه مدور بيرمز الى الحجر الدائري اللي كان محطوط على قبر السيد المسيح بعد دفنه. ورق العنب كمان ليه رمزيه عندنا لانه دايما بيشبه الكفن اللي تم تكفين فيه السيد المسيح
بعد تطيبه ونفس اللفه دي بتاعت لفه الكفن. واخيرا بكره بقى ان شاء الله سبت النور او سبت الفرح او سبت القيامه، كل الناس بيتوجهوا للكنائس بالليل وبيحضروا القداس احتفال بعيد القيامه ونهايه فتره الصيام، وبيرجعوا بقى للبيت كلهم بياكلوا اللحمه بعد يعني فتره كبيره قرابه 55 يوم الصيام الصيام الكبير، ويوم الحد بقى مظاهر الاحتفال والخروج والفسح. ويعقب ده طبعا الاحتفال اللي بيحتفل بيه المصريين كلهم والخاص، ودي عادات مصريه قديمه، شم النسيم وتناول الفسيخ والبيض والملانه والبصل وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. كل سنه وحضرتك بخير وكل المصريين بخير وصحه وسعاده دايما. شكرا على الشرح للاصول التاريخيه لكل هذه الطقوس الاحتفاليه لاسبوع الالام. شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور إيفيان بولس استاذ الارشاد السياحي، شكرا جزيلا.